شغل دقات القلب لو سمحت يا اخوي. نعم دق دقات القلب، رفع لي الشارع، رفع لي الشارع. وشو؟ صفوه دقيقه، خلينا نقيم. لا صفوه، خلني شو انت مدري ولا انا بغير. يلا يلا مدري ولا الشارع الشارع الشارع، سمحت اسمع. كيف شغل دقات الشارع؟ دقات القلب، دقات القلب يا مخرج. شغل دقات، ارفع دقات. انا شو هو؟ اخذنا راي لجنه التحكيم وتفضلوا معي اخوان المتسابقين لو سمحتوا كذا في العرض. فاهمني ابو؟ ايوه زي كذا، زي فاهم. لا لا لو سمحت خلك هنا، لو سمحت يعني، لو سمحت يعني. تفضل مكانك، تفضلوا معي، تفضلوا معي. يا مرحبا وسهلا. طبعا اول شيء الان اعلان النتائج. طبعا عندنا ثلاث مراكز. وش تبون نحن نهي التحكيم؟ وبنعلن على المركز الثالث، وهو الشخص الأشن أوتفت و لو سمحت اللي هو صاحب المركز الثالث وصاحب الأوتفت الخايس، بتعلم الرقام. تفضل معي بتعلم الرقام. تفضل معي. يعطيك العافية على هذا الأداء وشكراً، وتفضل كلمة. الله يعافيك، كلمة شو تكلم؟ مش أتكلم على شيء. كل شيء سعدتكم وضحكتكم. أهم شيء صدق والله إني سعدتكم. أنت مبسطتوا؟ إيش مبسطوا والله؟ دامكم مبسطوا أنا مبسط صراحة. خلاص الله يجعلني داك. خلاص. عرض مقفاك، عرض مقفاك. وأما الآن وصلت التحدي والإثارة والوناسة والضحك، والمركز الثاني هو رايد الحربي. خلاص أول شيء مرحبا ومسهلا، وتستاهل هذا المركز. تستاهل أنت. وتفضل عطنا كلمة. كلمة يعطيكم العافية، شكرا لكم لأنكم أشين فقرة وأشين لجنة التحكيم، وكان معكم أشين أو فت. شيء طبيعي، شيء طبيعي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انبسط. إيه تفضل. لا خلا دقيقة، خلا دقيقة. تفضل تفضل تعال وقف. يبيك يلا اصبر، خليني اضبط عليك. يلا الله يسعدك اخوي. اوه هو اما الان مع صاحب المركز الاول والمتفرد والنادر والفكرة النادرة اخوي فهد بن محمد. اخي يسوى، اخي يسوى. نكسب الله. شكرا. تفضل تفضل اخوي ابو محمد. والله ما اصير خسيس الا من بعدكم. وين الخسيس؟ تفضل عشان 50 ما وضحناهم. يا مرحبا يا مرحبا ومسهلا اخوي فهد. كلمه
نقول اول شيء الله يعطيكم العافيه على فقرتكم الجميله ودمتكم الوسيعه، الله يعطيكم العافيه. وطبعا المركز الاول ما ياخذه الا شخص مثلي عنده ذوق بالبرفيرفيت. صح البرفيرفيت ذا هو ذوق يا طويل العمر السلامه فقره الاوتنتين. هذا انا من الذوق اللي عندي يا طويل العمر السلامه، انت اعطيتوني المركز الاول وانا واثق بذوقك. نعم تستاهل. وانا جيتكم الا وانا داري اني ممكن اسم البقره اخوي فهد؟ ها؟ ممكن اسم البقره؟ انت خايس اسكت. والحين الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم، هذا مركز ان شاء الله اني ما اعلن عنه. يا مرحبا ومسهلا. نعم الحق. طيب الهدايا علمهم. لا لا الثلاجه فيها مذبه مويه بارده، خذها اشرب منها ونشمت فيها. يلا اخوي سلطان عندك شوي. بعطيه هي سلطان اخوي. خسران بالاوتفت اخس اوتفت. تفضل. عطل جايزة تمام تمام. سكري من القصيم، سكري من القصيم. استاهل 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 اخوي سلطان. استاهل 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 استاهل. مويه بارده لكم، مويه بارده او تمر. استاهل تمر. شو بعلمكم حبيبي حبيبي صار عندك وفقرتكم خايسه لكن تبغى جوال. صار عندك. انا اعلنت. انا ادري ليه معطيني التمر سلطان تغيم عشان يعني يشب لي حلقه ويموت مره واحده. داري الامانه اخذت لو وخذا، بس اللي اخذ كرت الذهبي من؟ معنا يا عبد الله. تفضل انت اخوي سلطان بنتغير. جامي يعطيك العافيه. استاهل الخصم قلت انا ما عاد بقول لك عطني كرت الضي ولا يا سلام عني. ختم الفكره ختم يا رب. استاهل كرت الاحمر معنا اخوي عبد الرحمن. تعال يا رب. اول شيء لا لا ما افتكر كرت لعب حسين. اول شيء يعطيك العافيه. يعطيكم العافية وإن شاء الله فقرة جازت على إعجابكم جمهور الغالي، وفكرة بسيطة ونضحككم ونضحك الشباب. والله الله يعطيكم العافية. تحياتي وأشواقي لكم. الخوة اللي في زمننا ما تبر حافظ عليها والنقاب كبارها. الخوة اللي في زمننا ما تبر حافظ عليها والنقاب كبارها. حنا تخاونا وبادلنا الشعور جمال والحملة نشيل ثقالها. لا والله الاخوان في كل الامور والناس ما نشرح على عدالها. والناس ما نشرح على عدالها. عشنا تكاتف لا نلف ولا ندور، خذنا من علوم الرجال جالها. واذا تحامينا على مر العصور تشهد مواقفنا بعد افعالها. واذا تعزوينا مع صوت الجهور ما فوق الارض الا شموخ جبالها. ما فوق الارض الا شموخ جبالها. يلي تعلمنا على حب الظهور وجيهنا من دونكم نسعى لها. اكبر قدر من وسيعنا الصدور من شجرة دايم يظل ظلالها. من منطلق خوات طويلين الشبور يبقى الوفا والطيب من مدهالها. لو كان ما ناس ما نشرح على عدالها. عشنا تكاتف لا نلف ولا ندور، خذنا من علوم الرجال جالها. واذا تحامينا على مر العصور تشهد مواقفنا بعد افعالها. واذا تعزوينا مع صوت الجهور ما فوق الارض الا شموخ جبالها. ما فوق الارض الا شموخ جبالها. يلي تعلمنا على حب الظهور وجيهنا من دونكم نسعى لها. اكبر قدر من وسيعنا الصدور من شجرة دايم يظل ظلالها. من منطلق خوات طويلين الشبور يبقى الوفا والطيب من مدهالها. لو كان ما نملك سوى كرت العبور المرجلة حنا على موالها. والمرجلة حنا على موالها. الله يجيك.
شكرا على فقره الشينه اللي ما في اشين منها يا عبد الله سعيد. يا زين اسمي ويا زيني ما شاء الله عليك. فقره جميله جدا ولجنه فاشلين جدا